بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة إضاءة رياض، يا سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم. نحن معكم في فيديو جديد تحت عنوان الشامل في الفنون الحربية القتالية. تابعوا معنا بعناية من بداية الفيديو إلى النهاية، وفضلا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا نعرب لكم عن تحياتنا الخالصة لدعمكم لقناتنا، فدعمكم سند لنا للمزيد من العطاء والاستمرارية. ففيديو اليوم شبه شامل وجامع مانع عن الفنون القتالية، سنستعرض فيه أبرز الخبايا والأسرار تودون معرفتها. فالفنون القتالية أسلوب تعلم تقنيات مختلفة هجومية ودفاعية باليد المجردة أو بالسلاح. أما تاريخيا فهي التدريب على البعد الروحي والأخلاقي للسيطرة على الذات وضبط النفس. وهكذا فإن فنون الدفاع عن النفس تهدف إلى التنمية الشاملة للفرد. والأكثر شعبية وشيوعا في فنون الدفاع والقتال نجده في اليابان والصين وكوريا وأوروبا وأمريكا والفيتنام. كما أن الفنون القتالية متنوعة ومتشعبة، منها من ساير التطور فتغير، ومنها من بقي تقليدا للغاية وغارقا في التاريخ، والبعض الآخر أكثر حداثة على الرغم من وجود قدر كبير من التداخل بين الأنماط، إلا أن نهجهم في القتال يختلف. فتاريخ الفنون القتالية يرجع إلى العصور البشرية القديمة، إذ هو الطبيعة في الحيوان والإنسان. فبدأ الظهور كفن مؤصل له قواعد بعد الحرب العالمية الأولى. فإذا بحثنا في صفحات كتب التاريخ وجدنا بأن الحروب منذ بداية البشرية جيلا بعد جيل لم تضع أوزارها إلا في فترات قليلة ومناطق معينة. فهذه الحروب أكسبت الإنسان خبرات قتالية بالسلاح وباليد العارية، فمن ثم تأسست مدارس لتكوين مقاتلين قادرين على حماية الوطن ورد الاعتداء على الأنفس والمال. فمن المعلوم بالضرورة بأن هذه الرياضات القتالية تستخدم من أجل الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء بالاعتماد على قدرات الجسم. لكن ولربما لم يعد للدفاع عن النفس في عصرنا الحديث بنفس الاحتياج الذي كانه من قبل، لكن لا تخفى أهميته تماما. فالإنسان قد يقع في موقع يحتاج فيه للدفاع عن نفسه، ولن يفيده ضعفه أو عجزه حينها، ونزولا على أهمية وجوهرية تلك الحاجة الإنسانية للقوة والدفاع، بدأ الإنسان يستخدم العقل مع العضلات. فبدلا من الحركات العشوائية أو الخرقاء، أخذ يفكر في نمطية الحركة والتفرقة وأنواعها ونقاط الضعف وقوة العدو، وهو يتدرب عليها ويتقنها. ثم بدأ باستخدام الأدوات البسيطة من حوله التي تزيد من قوته وقدرته كالعصا أو السيف. والأدوات البسيطة التي تطورت مع مرور الزمن ومع الوقت، بدأت تلك الأفكار تتناقل وتعلم وتحسن، حتى بدأت تظهر نواة الفنون القتالية. فأول ما سنتكلم عنه هي رياضة المصارعة، فهي طبيعة وغريزة في الحيوان والإنسان، فقد مارسها الإنسان حوالي أكثر من 15 ألف إلى 20 ألف سنة بدافع البقاء والقدرة على اصطياد الحيوانات والدفاع عن نفسه من أي خطر قد يداهمه في العراء حتى يستطيع البقاء. ومع مرور الزمن
ظهرت القبائل والجماعات، فمارسها أيضا من أجل السلطة وحب القيادة والتوسع. فبدأ الإعداد والتدريب على المصارعة حتى يستطيع أن يتغلب على منافسه أو الدفاع عن نفسه وقبيلته وأسرته. يتبارى في المصارعة شخصان أو أكثر، ويحاول كل منهما هزيمة الآخر بدون استعمال الضرب، وهي من بين الألعاب الرياضية الأقدم في التاريخ. ومع مرور الوقت تطورت إلى العديد من الأساليب والأشكال المختلفة، فهناك المصارعة اليونانية والرومانية والمصارعة الحرة والجودو والسومبو. وأما عن المبارزة أو القتال بالسيف، فقد استعمل الإنسان البدائي أسلحته لحماية نفسه ضد الحيوانات المفترسة وضد كل اعتداء خارجي، فصنع أسلحته من الأحجار ومن أغصان الأشجار. ومع تطور الزمن وتطور الحياة وتكون الأسر والقبائل والقرى والجماعات واكتشاف معدن البرونز، هذه المادة لصناعة رؤوس الرماح والسهام والآلات الحادة التي تشبه الخناجر، وأخذ يهذب شكلها بما يشبه السيف الطويل لمساعدته على إصابة فريسته والدفاع عن الأفراد والممتلكات. وعند اكتشاف الحديد أخذ الإنسان يصنع أسلحته منها، وتعددت أنواع السيوف وتنوعت، وصنعت الخود والدروع والرماح والعصي لاستعمالها في صراعاته والدفاع عن نفسه وحمايتها. وارتبط هذا بقابليته البدنية لمساعدته على مجابهة ظروف الحياة القاسية التي عاشها، وبذلك اتسمت المبارزة في هذه العصور بالخشونة والقوة. فالمبارزة تعد من أقدم الرياضات التي مارسها الإنسان منذ بدء الخليقة، والسيف كان من أهم الوسائل التي استعملها الإنسان للدفاع عن نفسه وحمايتها والحصول على غذائه. فماذا عن الفنون القتالية اليابانية؟ فجميع الفنون القتالية اليابانية البودو والمعروفة عالميا مثل الكاراتيه والجودو والأيكيدو والكيندو والسومو نشأت من تقنيات الساموراي والتي تطورت عبر القرون. وللإشارة، الساموراي هو المحارب القديم. أما الفنون القتالية الصينية الكونغ فو كمثل، فهي أساليب متنوعة لفنون القتال باليد المجردة وبالأسلحة، والتي كانت تزاول في الزمن القديم في عهد أسرة تشانغ التي اهتمت بإتقان السيف العريض في القرن السادس عشر، وقد تفننوا مع الإتقان في أداء الحركات بمهارة، بحيث تعتمد حركات السيف على الطعن والقطع والاكتساح والتلويح. وقد شهدت الرياضات القتالية تطورا واسعا وملحوظا، الشيء الذي أدى إلى نشوء بعض فنون الدفاع عن النفس الأكثر شهرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين من الميلاد. وتوجد هناك أنواع مختلفة من الفنون القتالية، وكل رياضة منها هي عبارة عن مجموعة موحدة من التمارين والقواعد. الشيء الذي يميز كل نوع منها على حدة من بين هذه الأنواع نذكر ما يلي: الكاراتيه ومعناه اليد الفارغة، فهي هذه الرياضة يتم استخدام اللكمات والركلات مع إطلاق صرخات وصيحات معينة، وهي مهمة للدفاع عن النفس. الكراف ماغا، فهي تجمع عدة مهارات، ولقد عملت القوات الإسرائيلية على تطويرها، وهي رياضة فعالة في الدفاع الذاتي. الجوجوتسو، رياضة يابانية وتلقب بفن النعومة لأنها تقوم بدون استخدام الأسلحة، وتكون أغلب التحركات في هذه الرياضة عبارة عن رميات وأقفال مفصلية. الكونغ فو، رياضة قتالية قوية ولها أنماط وأساليب متعددة،
ويعتبر نمط الشاولين كيمبو هو النمط المعروف والأساسية، وهو قائم على مجموعة من التقنيات الفعالة تضم 5 أنواع من الحيوانات. وعمر الكونغ فو يتعدى 5000 سنة، وكان جل ممارسي روغان شاولين في الصين. الكيك بوكسينج رياضة قتالية ظهرت أول أمر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1970، وهي مزيج وخليط من الكاراتيه والملاكمة، فهي رياضة القفاز والرجل. الملاكمة هي رياضة قتالية تعتمد بالأساس على الهجوم، اللاعب ودفاع عن نفسه باستخدام قبضة اليد لتوجيه وحماية نفسه من اللكمات، وتدعى بالفن النبيل. الجودو رياضة يابانية وتعتمد على طرح الخصم وتتبييثه. الكابويرا وهي من الفنون القتالية البرازيلية، وتعتمد على حركات قتالية بالموسيقى. الكالي فن قتالي من الفلبين، ويعتمد على الأسلحة الخفيفة وكيفية نزعها والدفاع عن النفس ضد شخص يحمل سكينا أو عصا أو ما شابه ذلك. الجيت كندو يعتمد على دراسة طرق القتال التي يستخدمها الخصم وكيفية التعامل معه، وهو من اختراع الممثل الأسطوري بروسلي. التايكوندو وهو فن كوري ورياضة أولمبية، وهو أكثر شعبية في العالم بأسره، يمارس أكثر من 80 مليون شخص في أكثر من 200 دولة في جميع أنحاء العالم، وتعتمد 70% على الرجلين و 30% على اليد، وله حركات لولبية وقفزات عليا بالرجل. السومو من الرياضات القتالية اليابانية، وهي لغة الجسد وصراع الجبابرة. مبدأ هذه الرياضة يقوم على محاولة كلا المصارعين إخراج المصارع الآخر من دائرة المصارعة، وتدعى الدوهيو. الكوانكيدو وهو كونغ فو فيتنامي صيني، وهو فن حربي شامل، مؤسسه فيتنامي الأصل وفرنسي الجنسية، وهو المتر تونغ. ظهرت هذه الرياضة بفرنسا سنة 1968. الفوفينام أو الفيتفودو وهي جزء من الفنون القتالية الفيتنامية، تأسست سنة 1938 على يد نوين لوك، وتشتهر هذه الرياضة بالضربات المقصية الخطيرة شوتوكان، وهو نمط من الكاراتيه تأسس سنة 1936 على يد فيناكوشي. بينشاكسيلات وهو أحد الفنون الأندونيسية، وهي في الأصل فن عسكري، وقد اشتهرت في ماليزيا والفلبين وبروناي وجنوب تايلاند وأرخبيل الملايو، وأغلب ممارسيها مسلمين. الهابكيدو هو فن القتال الكوري، وهو أسلوب للطاقة يشبه نسبيا الأيكيدو. الكيوكو شونكاي كاراتيه وهو نوع من أنواع الكاراتيه، مؤسسه هو أوياما، وأوياما أصله من كوريا، والكيوكو شونكاي تعني الحقيقة النهائية أو المطلقة، والمباراة عندهم إلى أن يغمى على أحد المتبارين، ويمتازون بالصلابة وبفن التكسير. الأيكيدو وهو فن قتالي ياباني أسسه هوشيبا، وهو مبدأ استخدام طاقة المهاجم ضده بدلا من معارضته. الجودو وتعني حرفيا الطريقة اللينة، تأسست سنة 1882 ومؤسسه جيغورو كانو، طوره كانو من خلال الجوجوتسو بعد أن حذف منه العديد من التقنيات الخطيرة. النينجاتسو
هو فن الاستراتيجية والتكتيكات القتالية المتبعة في الحروب التقليدية وحروب العصابات، وهو فن التجسس والتخفي. الجيت كيندو وتعني طريقة اليد المعترضة، ومبادئ هذه المدرسة القتالية تؤسس على اعتراض الهجوم قبل تأديته بالكامل من قبل المنافس، أي مواجهة لكمة أو ركلة في وسط الطريق بدل الدفاع ضدها في النهاية أو تجنبها. أما بالنسبة للفن النبيل الملاكمة التي هي رياضة اللكم بالقفاز وعلى الحلبة، فقد لقيت نجاحا كبيرا وقاعدة جماهيرية واسعة، فهنا الهواية والاحتراف. وقد تفرع عنها بحيث مزجت الملاكمة ببعض الرياضة الحرب القتالية، وأصبحت المنافسات في الحلبة بالملاكمة والضربات بالرجل كما هو الحال بالفول كونتاكت واللايت والسومي كونتاكت، وكذلك الكيك والتاي بوكسين، بالإضافة إلى الملاكمة الفرنسية الصفات التي الرياضة الوحيدة التي يلعب فيها بالحذاء، بالإضافة إلى الموي تاي ورياضات أخرى. كما طفت على السطح أساليب أخرى تعتمد على التصارع أو القتال الأرضي، وترتكز أساسا على تدريب المتدرب على كيفية طرح الخصم على الأرض بالإسقاطات مثل الجوجوتسو والمصارعة والصومبو. وهناك أنواع من الفنون القتالية وتعتمد على الرمي وأنماط الإغفال، ويبدأ القتال من موقف ثابت. الوينغ تشونغ تركيبات القتال باليد والرجل، يستخدم اللاعب الضربات بالرجل المنخفضة في القتال عندهم مهمة، وهو نوع من الكونغ فو الصيني الجنوبي، ويرتكزون في تداريبهم على الدمية الخشبية. وقد اشتهر هذا الفن الحربي عندما مثل فيلم إيب مان، وإيب مان هو معلم الأسطورة التنين الصغير بروسلي، وقد قام ببطولة هذا الفيلم دونيا. السومبو من أبرز الألعاب بروسيا، وتأتي على قائمة التدريبات الخاصة بالجيش الروسي، وقد طورها هذا الأخير عام 1920 ولتطوير قدراتهم على القتال القريب بدون سلاح، وهي مزيج من الجودو اليابانية والمصارعة الحرة. والصومبو معناها الدفاع عن النفس مجردا من السلاح. الكينجوتسو والكيندو، ويستخدم فيهم سيف الساموراي والكاتانا الياباني، فهو خاص بتعلم تقنيات القتال بالسيف. للإشارة فقط، فالفنون الدفاعية الحربية القتالية عديدة لا حصر لها، ذكرنا البعض منها للمعرفة والاستئناس. الفنون القتالية وعلاقتها بالمال والشهرة والنجومية، رياضات مختلفة تضمن الدفاع عن النفس والربح السريع، باتت هي الفنون القتالية المختلطة الرياضة الأكثر ممارسة من قبل الشباب، وأقصر وسيلة لجلب المال والشهرة سواء من خلال الممارسة أو المراهنة. لقد أصبحت العائلات توجه أبنائها لمثل هذه الرياضات دفاعا عن النفس وضمانا للشهرة والمال. فنون القتال المتنوعة والمسمات اختصارا بالإميمي، أي الرياضات القتالية المختلطة، فهي ليس فيها بطل العالم بل فيها بطل منظمة. فالمنظمات المنظمة لا تهتم إلا بالأرباح التي ستجنيها من المستشهرين والرهانات ومن المقاتلين، فالمنظمة تهتم بانتصار المقاتل على التوالي ويروجون للمنتصر، فهم لا يريدون أن يزعجوا أنفسهم بسماع سبب خسارتك وتبريراتك. فإذا خسرت ولو مرة وأنت كبطل، ولو مرة واحدة، سينعتونك بالفاشل
أما إذا خسرت مرتين على التوالي فإنهم ممكن أن يفسخوا العقد معك. سنة 1993 هو عام تأسيس البطولة القتالية، اعتمد فيها المروجون القواعد واكتسبت المسابقات دعايات دولية وشهرة. وميلاد UFC كان سنة 1997. فلمزاولة هذه الرياضة لابد من التداريب الشاقة وتطوير المهارات والقدرات بالتدريب. ممكن في التدريب أن تصل عدد الحصات إلى 3 مرات في اليوم، صباحا عصرا ومساء، ولا يبقى لك إلا ساعات قليلة أكل وخلود للنوم. فالمقاتلين لا يعيشون حياة الرفاهية، بل مقيدون بعقود وتداريب والتزامات غير رحيمة وباتباع حمية غذائية لضبط الوزن. فهناك برنامج صارم، لا سهر ولا عزومات ولا إجازات. فالمقاتلون لا يجدون الأرض مفروشة بالزراب والورود، بل تعب كلها الإميمي، ضريبة المال والشهرة والنجومية. فالمقاتل دائما يتدرب على ما ينقصه من مهارات في التباري، وقوفا وعند الالتحام وعند الحركات الأرضية والرميات. فهو لا يعتمد في قتاله على أسلوب واحد، بل يكون محترف ومتعدد الاختصاصات. وعلى المقاتل أن تولد فيه نزعة الفوز والانتصار. وبالمقابل لا ننسى الإصابات التي من الممكن أن يتعرض لها المقاتل، والهواجس والكوابيس والضغوطات والحروب النفسية والترويج والخوف والقلق. وإذا قدر الله أصبت يؤخذ رأي الطبيب للمواصلة أو المغادرة، ويمكن أن يعوضك بمقاتل آخر بكل سهولة، خصوصا إذا كنت مقاتل عادي ومبتدئ. ولو أنك ممتاز فيمكن بضربة طائشة تسقط أرضا مغميا عليك وأنت تواجه دبابات وشاحنات من المقاتلين. كل واحد وطريقته وأسلوبه، وكل واحد ولياقته. لا يعرفون الخوف ولا يتراجعون. لا بد لك أن تتحمل وتصبر. فالانضمام لهذه المنظمات ليس بالأمر الهين، لا بد أول أمر أن تحظى بقبولهم، وممكن أن يرفضوك بسبب من الأسباب. فهذه المنظمات تعير اهتماما لكل مقاتل له قاعدة واسعة من الجماهير، وله شعبية، وله كاريزما، ولعبه فرجوي. لا مكان المقاتل لا يتوفر على هذه الشروط. فالMMA أو رياضة القفص تنظم من طرف منظمات تجارية أشهرها UFC، وتقوم على الرهانات، وقد حظيت بشعبية كبيرة ومتابعة تلفزية وإعلامية واسعة. وهناك رياضات هادئة وتعتمد على التنفس والتركيز واللياقة والجانب الروحي بحركات بهم بدلا من القتال والعراك، مثل رياضة الطايشي، ويتم ممارستها باليد المجردة أو من خلال أدوات مختلفة مثل العصا والسيف. وهذه الرياضة لها مبدأ متخصص، هو أن التدريب المستمر يساعد على تدريب الجسم على الاستجابة السريعة والفورية في حالة حدوث أزمة وتأثيرات ما. فعادة ما يلبس ممارسو الطايشي في العصر الحديث القمصانة والسراويل المريحة الفضفاضة القابلة للحركة بسهولة. وهي رياضة مهمة للاسترخاء، وهي تؤدى بهدوء وانسيابية. فالفنون القتالية أنواع متعددة وكثيرة، بعضها تستعمل الجيوش حول العالم، وبعضها مناسبا للشارع، وبعضها تستعمل فقط في حلبة القتال الرياضية، وبعضها لا يصلح سوى للأفلام والتأثيرات الخاصة. وقد يتساءل البعض
ما هو أفضل فن قتالي وكيف أختاره؟ فممكن أنك تختار فن من الفنون القتالية للدفاع عن نفسك، ولكي تصبح مقاتل محترف تشارك في البطولات الوطنية والدولية والأولمبية، أو لتصبح مقاتل محترف في مباريات القتال المفتوح أوبن، أو لتصبح نجما استعراضيا أو سينمائيا، أو للحصول على لياقة بدنية عالية والمحافظة على صحتك، أو للتعرف على ثقافات مغايرة لثقافتك خاصة ثقافة الشرق الأقصى، أو من أجل التعرف على أصدقاء جدد والاندماج معهم، أو لنشاط أسري مثل الذي يتدرب مع أبنائه. وقد يكون سبب ممارستك للفنون القتالية هو أحد هذه الأسباب أو عدة أسباب. فمثلا أنت ترغب في فن قتالي معين أحببته، لكن الطامة الكبرى بأن المدرب القريب منك ليس له كفاءة تقنية، أو سيء الأخلاق، أو مادي صرف، أو أن الجو العام لا يلائمك. فما الفائدة إذن من هذا الفن القتالي؟ المدرب فاشل، والممارسين معك سيئين للغاية، والجو مكرب، ولا تحصل إلا على الطاقة السلبية، وقد تكره الرياضة وما يأتي منها. فالحل ولربما جربت فن القتال آخر يدربه مدرب جيد قريب منك وفي جو جميل تملأه المحبة والعمل الجاد، لكان أفضل لك حتى ولو كان الفن القتالي أقل من الأول في نظرك. للأمانة فإن عامل النادي والمدرب حساس جدا، وبالأهمية بمكان عند اختيار الفن القتالي الذي تريد مزاولته. إذن فلا تتجاهل هذا الأمر وليكن في الحسبان. فإذا كانت رغبتك في الدفاع عن النفس، فلا تجد أحسن من مزاولات الرياضات التالية: الجودو مثلا، الكاراتيه، الفول كونتاك، الجيت كيندو، المواي تاي، السامبو، والجوجوتسو. أما إذا كان غرضك مزاولة الفنون القتالية للمشاركة في البطولات الجهوية الوطنية والدولية والأولمبية، فعليك بالتوجه إلى رياضات التايكوندو، الجيد والمصارعة الرومانية وهكذا. أما إذا أردت أن تكون نجما لامعا مشهورا أو فنانا سينمائيا، فعليك برياضة الوشو كونغفو والتايكوندو. أما إذا كنت ترغب في الاحتراف، فعليك بالجوجوتسو، المواي تاي، الملاكمة، الإمامي. أما للحصول على لياقة بدنية عالية، فعليك بكل الفنون القتالية الحركية مثل الكيك بوكسين وغيرها. وإذا كان بودك فقط للتعرف على ثقافات الشرق الأقصى، وذلك عن طريق اختيار الفن القتالي الخاص بالبلد الذي تريد أن تتعرف على ثقافته، مثلا اليابان رياضة السومو والكندو والجودو، كوريا رياضة التايكوندو والهابكيدو، الفيتنام الفوفينام، الصين الووشو كونغفو أو السومو. فممارسة هذه الفنون من أجل نشاط اجتماعي، كل الفنون القتالية إذا كنت لا تريد التعرض للعنف كثير وتريد فن قتالي مسالم، ربما أوصيك برياضة الأيكيدو أو التايشي. فبالمجمل المفيد، هذه بعض التوجيهات والنصائح ربما قد تدلك على الفن القتالي الذي يناسبك، وما يناسبك لا يناسب غيرك، فكلنا مختلفين، ظروفنا مختلفة، وعامل السن كذلك يؤخذ بعين الاعتبار. وأخيرا، إن لم تستطع أن تعرف ما هو ملائم لك، فالحل أن تتفرج في فيديوهات مختلفة لرياضات مختلفة، وأن تعمل زيارة للأندية القريبة منك وتسأل عن الأستاذ المشرف عن التدريب، ومن ثم تحدد فاختيارك وتحدد اختيارك. وأخيرا، يقال إضاءة شمعة في الظلام
خير من لعن الظلام. فاختيارك لأي فن قتالي كيفما كان نوعه خير من الخمول والكسل ومضيعة الوقت والفراغ فيما لا يفيد. وعموما يتمثل الهدف الأساسي من الفنون القتالية من تحويل الجسم إلى سلاح فتاك. ووجد الباحثون بأن تدريبات الفنون القتالية تقلل من مستوى السلوك العدواني وتعمل على تهذيب السلوك، تساعد على التركيز واستعادة الإدراك الكلي للدماغ، كما تساعد هذه التمارين من تطوير قدرة الأشخاص على حل الألغاز وتحديد المخاطر وتفاديها، وتخفض من مستوى الاكتئاب بعد فترة التدريب لدى الأشخاص الذين يمارسونها بجدية، كما تساعد على تحسين الذاكرة والتخلص من النسيان، وتكسب الثقة بالنفس والانضباط، وتزيد من قوة التحمل للجسم، وترفع من مستوى اللياقة، وتحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتكسب الجسم المرونة، وتجعله يشعر بالأمان، وتخلص من الملل والفراغ المستمر، ويكون لدى ممارسيها شعور بحالة مزاجية جيدة وسعادة، حيث أنها تساعد على إفراز هرمون السعادة، مما يؤكد لنا ويجعلنا على ثقة تامة بأهمية الفنون القتالية وأهمية ممارستها والتشجيع عليها. الفنون القتالية وتأثيرها على الطفل. تحظى الفنون القتالية والتي أسسها الدفاع عن النفس بأنواعها مثل الأيكيدو، الكاراتي والجودو والكونغ فو والتايكوندو والملاكمة، المصارعة والجوجوتسو بشعبية كبيرة في العالم، خاصة بين فئة الشبان من الجنسين والأطفال أيضا. كما تعد تلك الألعاب وسيلة ناجعة للدفاع الذاتي ضد أي اعتداء بالأيدي المجردة أو بالأسلحة. أهمية الفنون القتالية وأثرها على الطفل. فممارستها تكسب الطفل مهارة الدفاع عن النفس في حال حاول أحد التنمر عليه، تساعد الطفل على الانضباط والتحكم في النفس، ترفع من مستواه أو من مستوى اللياقة البدنية، تساهم في النمو العضلي والفكري والإدراك وسرعة البديهة، وذلك من خلال التدريبات التي يتلقاها الطفل، وهي مفيدة في عملية التركيز بحيث يتعلم الطفل التركيز على أفعاله وردود أفعال الخصم. تساعد الفنون القتالية الطفل في تنمية الانضباط العقلي والأخلاقي والروحي، تعزز الثقة بالنفس، فهي من الألعاب الفردية والتي تعتمد فوز الشخص، والطفل عندما ينجح يفعل الحركات وينتقل لمستوى أعلى ويشعر بالفخر بنفسه. كما أنها تهدئ من الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة، فهم بممارستها تساعدهم على تفريغ الطاقة الزائدة، فكثرة الحركات التي يؤدونها، وكذلك تساعدهم على التركيز وبناء الثقة بالنفس. وللإشارة علينا ألا نقارن الطفل بطفل، فكل طفل يختلف عن الآخر، فلكل منهما موهبته وطريقته مختلفة للتعلم أو التكيف مع الحركات. وحول السن المناسب لتعلم الفنون القتالية فهو سن 6 سنوات إلى 7، لكن ممكن أن نبدأ بسن 4، ولكن تكون فقط حصص استئناسية، وذلك يرجع إلى استعداد الطفل ومدى تقبله للفنون القتالية. فالفنون القتالية عموما مفتوحة في وجه الجميع من 4 سنوات إلى فوق
60 سنة، وقد طرحنا سؤالا لأستاذة ما شاء الله مستوى عال في الفنون الحربية عن موضوعات الفروقات في التمارين بين الرجل والمرأة، فقالت بالحرف على أنها لا تميز بين الرجل والمرأة، والمسألة تعود إلى بنية الشخص ومدى قدرته على التحمل أثناء التمرين. وهناك عنوان تتخذه دائما ما تردد قوله لتلامذتها، وهو أن الجسد يجب أن يبقى باردا، أما العقل فعليه أن يبقى حاميا. وأكدت بأن 90% من المجتمعات النامية والمتفوقة تعتمد على المرأة، وناشدتها العمل على تطوير نفسها للحصول على مجتمع سليم وقوي، وذلك لأن المحافظة على حقوق المرأة يتطلب قدرة قتالية ذهنية كانت أم جسدية. برأي الأستاذة، المرأة يمكنها أن تدمر المجتمع، وبالمقابل يمكنها أن تمشيه على قواعد مثينة وأساسية في الحياة، لأنها لم تولد فقط للطبخ والاهتمام بالأولاد، فالمرأة يمكنها فعل كل شيء تريده، فهي وحدها ترعى وتربي الأجيال الصاعدة. وكذلك هناك إشارة أخرى، في بعض الرياضات يقال بأن القوقاز هم الأقوى، أو البرازيليين أو الروس أو الصين، لكن لا نتجاهل وننسى القارة الإفريقية، ولادة ومنبت الأبطال وأنجبت عظماء للقتال، والتاريخ يشهد. فكان المدرب يحظى بالاحترام والتقدير، وتقدم له التحية ويسمع لنصائحه، فللمدرب وضع خاص يجب أن يترسخ ذلك المفهوم في ذهن الجميع، ويجب أن نبني الأجيال على هذا المقياس المهم. ولمن يريد تسجيل ابنه في فن من الفنون القتالية، لا بد من معرفة والسؤال على المدرب المشرف، فهذا ضروري ومهم جدا. فلا تغرنكم ديكورات الصالات وشساعتها ومعداتها، فلا تدريب ولا تنجب أبطالا، ودائما هناك تغيير في المشرفين على التدريب. لكن هناك بعض الاستثناءات، هناك أناس في المستوى ويحرصون على الأبناء، لكن الاستثناء لا يمثل القاعدة. وتحت عنوان ما كل من رفع قدمه وحذو أذنيه أصبح أستادا، في الماضي كان للحزام الأسود رونق وهيبة، بحيث كان حامل الحزام الأسود رجل محترم يتمتع بقدر عال من المهارة والتقنية واللياقة البدنية العالية والشجاعة والقدرة على القتال الأعزل باليد العارية والدفاع عن النفس. لكن الآن مع الأسف انقلبت الموازين، وأصبح أستاذ الفنون القتالية مهنة من لا مهنة له، فظهرت منظمات وجمعيات وأيضا جامعات واتحادات لا يهمها إلا المال والثراء، بعيدا عن المهنية أو أي هدف من الأهداف الحقيقية لتدريب الفنون القتالية. فأصبحت الشواهد توزع بدون حاسيب ولا رقيب، وأفرغ الفن الحربي من محتواه، وأصبح كل من هب والدب تمنح له شهادة الحزام الأسود بشرط أن يدفع المال. فبدأنا نرى البعض منهم في السوشيال ميديا بأحزمة متعددة وبدانات، وهو لا يحسن حتى الوقفة الصحيحة، ناهيك على انعدام المستوى الفني والأخلاقي، والذي يظهر فيه أداء تقني
أقرب إلى شطحات منه إلى الفنون الحربية. أما المباراة أو المبارزة أصبحت ضربات الماسحة الخفيفة لا قوة ولا فرجة. وآخرون من هؤلاء الأبطال والخبراء من يتباهون بمسميات وألقاب عجيبة ممكن لا تجدها حتى في بلاد منشأ لتلك الرياضة، فلا مستوى فني ولا لياقة ولا هم يحزنون. وأخيرا، القيمة الحقيقية في الحزام الأسود أو الدان ليست في الشهادة أو الدان، وإنما في الشخص الذي يرتدي الحزام، فهو من يجعل له قيمة أو يجعله عديم القيمة. فالصدق والإخلاص والتفاني والاجتهاد والسعي الدائم للتطور هي المعيار الحقيقي لتقييم المدرب أو الرياضي. وقد سئل الأسطورة بروسلي عن كم دان عنده بعد الحزام الأسود، فتبسم ضاحكا وقال: إنما الحزام عندي لشد السروال على ألا يسقط، الحزام هنا وهنا، وأشار بأصبعه إلى العقل والقلب. وقد تلاحظون مثلي ظاهرة أخرى، آخر من مشرف على صالة لا علاقة له بأي رياضة، أصبح بقدرة قادر بين عشية وضحاها هو المدرب بعد أن يستغني عن المدرب الأصلي فيرتاح من أداء أتعابه. ففي البلدان العالم الثالث فالمشرفون والقيمون على هذه الرياضات جاءوا وتقلدوا هذه المناصب ليس لخدمة الرياضة أو نتيجة اجتهادهم وإمكاناتهم التدريبية والتقنية ونضالهم المزعوم، ولكن جاءوا لامتيازات أخرى. فالكثير منهم ليسوا برياضيين أو رياضيين لكن دون المستوى، فالمستوى الفني والمهاري ليس عندهم بمقياس، المهم يدفع المال وخلاص. ويمكن ملاحظة هذا الأمر في 20 سنة الأخيرة مع وجود بعض الاستثناءات طبعا، والاستثناء كما قلنا سابقا لا يمثل القاعدة. يعد بعض النجوم السينمائيين أكثر تأثيرا في مجال الفنون القتالية والمجال الفني على السواء، وذلك بفضل إسهاماتهم العديدة وتأثيرهم المباشر. ويعد بروسلي والمعروف أيضا بلقب التنين الصغير هو الأبرز والأشهر في تاريخ الفنون القتالية، وخاصة رياضة الكونغ فو، كما أنه أبرز الأسماء السينمائية في التاريخ نظرا لمشاركته في العديد من الأفلام القتالية والأكشن التي حققت انتشارا وحظيت بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب والمراهقين في مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز أفلام بروسلي دخول التنين، قبضة الغضب، طريق التنين، لاغوت دو دراغون، وغيرهم كثير. فمن المعتاد أن يتم وصف الأشخاص الناجحون في أي مجال بالأساطير، إلا أن البعض يرى أن بروسلي يستحق أن يوصف بأنه أسطورتان، واحدة رياضية وأخرى سينمائية. كما لا ننسى جاكي شان وجيت لي وجوليو وجون كلود فان دام ودونيان وستيفن سيجل واللائحة طويلة. فلتسليط الضوء
عن الرياضات القتالية المختلطة أو رياضات القفص التي حظيت حاليا بمتابعة إعلامية وتلفزية ولها قاعدة واسعة من الجمهور. فمن قبل كانت رياضة الفال تشودو وكانت غير منظمة وعنيفة وشرسة، فمنعت إلى أن قامت المنظمات الداعمة للرياضة بتحديد لائحة طويلة من القوانين المسطرة لها لتصل إلى مسمى فنون القتال المختلطة، والتي تم استخدام هذا الاسم سنة 1993 من طرف الناقد الشهير رودي جينبرغ خلال إحدى بطولات القتال غير المحدود UFC. ولولا اعتماد القوانين والتسمية الرسمية لما شاهدنا أبرز نجومها، وبقي المصارع الإيرلندي الشهير كونور ماغريكور في معاركه السرية، وواصل حبيب نور محمودوف الصراع مع الدببة في إقليم داغستان. فهناك أنواع من الفنون القتالية ممنوعة ومحرمة دوليا. لماذا ممنوعة ومحرمة؟ لأنها تؤدي إلى الهلاك أو الموت. فالفنون القتالية الحربية المتعارف عليها تمارس فقط للدفاع عن النفس أو عرقلة الخصم دون أن تحدث به عاهة مستديمة أو حتى أن تقوم بقتله. لكن هذه الرياضات التي منعت وحرمت فهي كالتالي بيانه. هناك لعبة صيلات، وهي لعبة تواجه الحيوانات البرية الشرسة، فإما الظفر بها أو قتلها أو الموت المحقق من التهامها للاعب. السيستما، وهي لعبة روسية تعتمد على الهجوم من خلال الأسلحة البيضاء التي تؤدي إلى الموت المحقق. ليردريت، وهي لعبة تايلاندية وتعتمد على توجيه ركلات مميتة ومدمرة إما في الحلق أو الصدغ لهلاك الخصم حتى الموت. باكوم، وهي لعبة من الألعاب الشرسة التي يضطر الخصم إما الاستسلام للموت المحقق على يد الخصم الآخر. فسأترككم مع هذا الفاصل من الصور المختلفة والمتنوعة والجميلة من الفنون القتالية الدفاعية الحربية للاستمتاع بها. انتظرونا في نهاية الفيديو بإلقاء الخاتمة.
وفي الختام، إن سر تعلم أي شيء يكمن في فعل شيء تجد فيه الأنس والمتعة بحيث تنسى الشعور بمرور الوقت. فالفنون الحربية تحتاج منا إلى أدب يوضح أساليبها المختلفة ونشر ثقافتها وفلسفتها. فالأمر ليس عنف بحت، إنما هي فلسفة وحضارة ودراسة عريقة. فضلا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله مع أطيب المنى، مع تحيات سعيد شجري.